شكرا للزميل العزيز احمد عبد الملك والكابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق اسوان بعد الخساره باربع اهداف مقابل هدفين في الشوط الاول. والشوط الثاني عبد الله المجدي كان كلمه السر بالنسبه لفريق مصر المقاصه، وكان الضغط على عمرو الحلواني طوال شوطي اللقاء. اكيد يعني هو من نجوم المباراه، يعني هنقسم المباراه، لو قسمنا الشوطين هتلاقي زي ما كباتن اتكلموا ممكن يكون المقاصه خد نص الشوط الاولاني، نص الشوط الثاني كان لاسوان بفضل اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم عليها برضو من قبل اللقاء. يعني النهارده عجبني جدا عبد العزيز موسى، عمل مجهود كويس، عمرو الحلواني، احمد سالم صافي، على طول هم مفاتيح لعب فريق اسوان. زي ما انت قلت عبد الله مجدي كان هايل، شميل سبيكلي برضو كان كويس. حمزه مجدي كان كلمه السر في الشوط، في نهايه الشوط الاول والشوط الثاني. هو ده اللي انا بقى لسه كنت هقوله لك، ان دي تغييره اعتقد ان هي اللي حولت بقى الفكر بتاع اسوان من النواحي الدفاعيه للنواحي الهجوميه. لا انا قلت لك بعد الهدف لما بيجي فيها هدف في الدقيقه 7 وانا نازل العب جيم دفاعي عشان اخطف، فانا اللي اتخطفت، فعشان كده الكابتن علاء عبد العال راح مغير على طول السيستم بتاع اللعب ونزل حمزه مجدي، لعيب برده كويس جدا، عشان يقدر يسيطر على وسط ملعب. في اختراقات من اليمين ومن الشمال، وكان في اختراقات فعلا، وكان في اختراقات من العمق، فاعتقد ان التغييره دي هي اللي خلت يعني ادت باور لفريق اسوان في النواحي الهجوميه. بس